طيب ان شاء الله ندخل على جزء جديد. احنا خلاص انتهينا من التصميم الـ3D وعرفنا ازاي نضيف الـ3D موديل لمجموعة الكومبوننتس الموجودة في التصميم، وعرفنا ان احنا ندرج 3D موديل من خارج المنصة وتبدأ ان انت تضيفه وتستخدمه. المفروض ان احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا خلاص كده المفروض ان احنا هنتجه لعملية الانتاج. المفروض ان انت خلاص البوردة خلصتها، هتبدأ ان انت تصدرها على موقع JLCPCB علشان تصنعها هناك وتجيلك، وهنشرح القصة دي بالتفصيل. ولكن قبل القصة دي عايز اشرح جزئية مهمة، وهي لو انت عايز تصنع البوردة بشكل يدوي. يعني ايه لو انت عايز تصنع البوردة بشكل يدوي؟ يعني لو انت عايز تصنعها في البيت، ايه المتطلبات اللي انت هتحتاجها علشان تعمل ده؟ طبعا لازم تفرق ما بين البوردات الدبل لاير او اللي هي فيها توب وبوتوم لاير، والبوردة السنجل لاير. السنجل لاير دي اللي بتتصنع في مصر او بتتصنع محلي ايا كان، سواء انت اللي هتصنعها او هتخلي حد يصنعها. لكن مفيش تو سايد او دبل لاير ما بتتعملش في مصر، هي بتتعمل بره مصر. خلاص كده يبقى انت كده لازم لحد طبعا بتاريخ الفيديو مفيش حاجة دبل سايد بتتعمل في مصر. بيتعمل سولدر ماسك وبيتعمل سلك سكرين، ولكن كل ده على طبقة واحدة. خلاص كده حتة او التكنولوجي بتاعت الدبل لاير او اكتر من دبل لاير، 4 لاير 6 لاير وهكذا، ده مش مدعوم ان هو يتصنع في مصر، وهيتصنع خارج مصر. طيب عايزين نشوف التصميم ده، هل ينفع اصلا تصميم زي ده يتعمل على سنجل لاير علشان ان انا اصدره؟ لا، تصميم زي ده فيه مسارات كتيرة. لو احنا جينا نحاول دلوقتي ان احنا نصنعه على طبقة واحدة او على سنجل لاير، هنلاقي ان هو مش هينفع، او هيجيب لنا ايرور في عملية الاوتو راوتينج، او الموضوع هيبقى اشبه بمستحيل لان التوصيلات كتيرة جدا، ومن الصعب في السايز ده او في المساحة دي تتغطى كل التوصيلات دي. تمام، طيب تعال نجرب وخلاص. طيب مفيش مشكلة، تعال نجرب. يبقى الهدف من الجزئية اللي انا هشرحها حاليا دي ان انت تصنع بوردتك على سنجل لاير او طبقة واحدة فقط، بحيث تصنعها محلي او تعملها في البيت، وده ان شاء الله هنشوفه بالتفصيل بعد شوية. مبدئيا انا عايز ارجع في كلامي عن كل اللي انا عملته ده. طبعا اتأكد ان انا حافظ او عامل سيف از للكلام ده، هبدأ ان انا احفظ نسخة تانية برضو. عايز امسح كل التوصيلات دي وابدأ ان انا اعمل اوتو راوتينج مرة تانية، بس على سنجل لاير مش على دبل لاير. عشان تمسح كل التوصيلات وكل المسارات وترجع تاني للريت لاينز في الاول خالص، افرض انت عايز تعمل كده، بكل بساطة عندك من هنا من قائمة ايديت كل اللي عليك هتقوله جلوبال ديليت. جلوبال ديليت، او ما تقوله جلوبال ديليت هيقولك عايز تمسح ايه بالظبط. هتقوله تراكس او المسارات، عايز امسح المسارات ارجعها كلها لريت لاينز، هقوله اوكي. زي ما انت شايف بدأ يمسح لي كل المسارات اللي موجودة في البورد. طيب بالنسبة لاجزاء النحاس نفس الكلام، اعمل جلوبال ديليت كبر اريا. خلاص كده هتقول له تراكس وكبر اريا، هتقول له اوكي، هيبدا يمسح لك كل حاجه بالمنظر ده. طبعا هيتبقى السوليد ريجون، تبدا ان انت تشيلها عادي بشكل يدوي. بقى طبعا عندك الديزاين والكلام ده كله، طبعا ده طبقه السلك سكرين اللي موجود عليها الكلام ده، سواء في الباتوم او في التوب. خلاص كده انت هتعملها سنجل لاير، فخلاص الغي بقى السلك سكرين من على طبقه الباتوم. تمام كده، نيجي هنا مثلا بوتوم، نشيل بقى الحاجات اللي على البوتوم دي كلها، ونرجع تاني. احنا واقفين في التوب لاير حاليا، بما ان المكونات السيرفيس ماونت ديفايس موجودة على الطبقة التوب او التوب لاير، نبدأ بقى ايه نخلي طبقة التوب لاير هي اللي هنشتغل عليها. طيب محتاجين ان احنا نعمل اوتو راوتينج. طبعا انت شايف المسارات شكلها عامل ازاي، استحالة البورد دي تتعمل على سنجل لاير. هنشوف الكلام ده، هنيجي هنا من قائمة روت، هنقول له اوتو راوتر. تمام كده هتبدأ تحط له مجموعة المسارات. طبعا عرض المسار اللي هو 26%، مفيش فيه اي مشكلة. الكليرنس ده والفايا ديامتر والدريل ديامتر برضو مفيش فيهم اي مشكلة. بس تسريعا للعملية، طبعا احنا هنشرح القيم اللي انا بفضلها في عملية التصميم، بس ده لما نيجي ندخل على جزئية او البوردة اللي هنصممها بتاعت الهوم اوتوميشن بإذن الله، اللي بعد الجزئية دي خالص. احنا محتاجين اللوكال سيرفر، فهروح افتح اللوكال سيرفر عشان يبقى اسرع في عملية الاوتو راوتينج. طبعا عرفنا بنفتحه منين قبل كده وبنسطبه ازاي. هاجي هنا، طبعا هيبقى خيار اللوكال متاح دلوقتي. هاجي في الراوتر لايرز، اقول له التوب بس، هشيل علامة الباتوم لاير من هنا، يبقى كده هيعمل لي راوتينج على التوب لاير فقط. هبدأ اعمل ران. خلي بالك لو انت بتعمل راوتينج
لقيته مثلا طلع 50%، بعد كده رجع 47%، بعد كده طلع 50، بعد كده رجع مش عارف 30، قاعد يرجع يطلع ويرجع. اعرف ان مجموعة الالجوريزمز اللي موجودة في البرنامج مش عارفة ان هي تحل المشكلة. انت عندك مسارات كتيرة في السايز القليل ده مش نافع سنجل لير، فانت الحل عندك في الحالة دي يا اما تزود عدد الطبقات يا اما تكبر مساحة البوردة. البوردة دي هتبقى اكبر من كده، هيبقى شكلها سيء جدا للأسف، وهتبقى يعني، فعشان كده بقولك. فزي ما انت شايف هو مش عارف يعمل اوتو راوتينج، هو وصل عند ليفل معين ما عادش عارف يتقدم عن كده. طبعا العملية هتفشل زي ما هنشوف بعد شوية. فانت الحل بقى ان انت تشيل جزئية ايه، تشيل الجزئية دي خالص عشان تشتغل سنجل لاير. هتشيل بقى ايه جزئية اليو اس بي تو تي تي ال، تشيله خالص من الحسبان، وتبدأ بقى تشتغل على سكيل صغير عشان تعملها سنجل لاير. فاحنا هنشرح بوردة صغيرة غير دي، نشرح عليها العملية اللي هنعملها بإذن الله. زي ما انت شايف فشل 28 ونسبة النجاح 85%، فالتصميم مش كامل، فيه لسه ريت لاينز ما تحولتش زي ما انت شايف، مسارات مش عارف يشوف لها حل. فهتضطر ان انت تكبر الهايت او الارتفاع بتاع البوردة علشان تبدأ تعمل راوتينج تاني والكلام ده. فخلينا اختصارا للوقت، انا تصميماتي يعني التصميم بتاع الهوم اوتوميشن مش هعمله على لاير واحدة لان هصنعه بره، فده مش يعني بره المنهج بتاعنا. ولكن انا قلت عشان الناس اللي عايزه تصنع بوردات محلي براحتها خالص تبدا ان هي تستخدم او تبقى عارفه الطريقه. هبدا ان انا افتح تصميم مختلف على التصميم ده للتسهيل. دي بورده بتتعمل على سنجل لاير على البوتوم لاير زي ما انت شايف اللون الازرق، متصنعه على البوتوم لاير وفيها سلك وفيها سولدر ماسك وفيها كل حاجه تمام كده. عايزين نعرف بعد ما انت صممتها، وانت بتصمم طبعا هتبقى شغال سنجل لاير زي ما انت شفت اوتو راوتينج بس على سنجل لاير او التوب لاير فقط او البوتوم لاير فقط، يبقى انت كده شغال سنجل خلاص. احنا عندنا التصميم وصممناه، محتاجين ان احنا التصميم ده في النهاية نبدأ ان احنا نخرجه على ملف PDF بحيث ان احنا نعرف نطبعه ونتبع بقية التعليمات اللي هنشوفها ان شاء الله بعد شوية. علشان تصدر الملف ده PDF كل اللي عليك من هنا من Document هتقول له اكسبورت PDF، خلاص كده هيقول لك اصدر انهي طبقه او انهي يعني اعمل ايه. خلينا هنا الانجن بتاعك اللوكال مفيش مشكله، او الكلاود مش هتفرق معاك في حاجه تمام، يعني سواء لوكال او كلاود مش هيفرق معاك في حاجه. سيب كل حاجه الاعدادات دي موجوده زي ما هي. كل اللي عليك هنا توب لاير، احنا شغالين بوتوم لاير، فالتوب لاير انا مش عايزها فهشيل علامه الصح من عليها. بالنسبه للتوب سيلك لاير انا مش عايز السيلك لاير، انا هطبع بس الطبقة الكبر او المسارات النحاسية، ما يهمنيش بقى بقية الطبقات. البورد اوتلاين اللي هو ده الاوتلاين بتاع البوردة مش عايزه برضو تمام كده. الهولز ماشي مفيش مشكلة في الهولز، مفيش مش عايز سلك، انا عايز بس البوتوم لير. هاجي هنا على البوتوم لير اعلم عليها تمام كده. وزي ما انت شايف انا كده خلصت، هبدأ اعمل اكسبورت او اصدر الملف لصيغه PDF زي ما انت هتشوف بعد شويه. خلاص حمل لي الملف PDF، ابدا ان انا افتحه بالمنظر ده واعمل زوم زي ما انت شايف تمام. ده التصميم خلاص كده. ايا إن كان انا بديلك مثال على التصميم، انت خلصت تصميمك طبعت لك خلاص ملف اهو تقدر ان انت تطبعه وتستخدم الطريقة اللي هنشرحها او اللي هيشرحها ان شاء الله باشمهندس مصطفى بعد شوية. يبقى كده خلاص معاك الفايل ده PDF نزل عندك على الجهاز، تبدأ ان انت تطبعه ونشوف الخطوات اللي بعد كده. احنا مش هنشتغل على نفس التصميم ده، الباشمهندس مصطفى جزاه الله كل خير حب ان هو يبين لكم الطريقة عملي ويوريكم الخطوات الكاملة لصناعة البي سي بي في البيت عندك والخطوات اللازمة لده. كمان الباشمهندس مصطفى هتلاقوا رقم تليفونه موجود في وصف الفيديو، اللي محتاج يعمل تصميم على طبقة واحدة يقدر ان هو يبعته له، اللي محتاج يعمل تصميم ومش عارف، اللي محتاج يصنع البوردات بجودة عالية هو بقاله ما شاء الله عنده خبرة كبيرة جدا في تصنيع او في مجال تصنيع البوردات البي سي بي، فرقم تليفونه هتلاقيه في وصف الفيديو والقناة بتاعته هتلاقيها في نهاية الفيديو ان شاء الله، تقدر ان انت تتواصل معاه بخصوص الكلام ده طبعا. وعنده برضو خبرة في السلك والسولدر ماسك والحاجات دي، لو انت عايز تصنع بورتات طبقة واحدة اتواصل معاه ايا كان بقى انت عايز تعملها ازاي، هو ان شاء الله هيفيدك. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاعنا،
وان شاء الله اسيبكم مع الباشمهندس مصطفى في الشرح. يا ريت لو انت لسه مشتركتش في القناة تشترك عن طريق الضغط على زرار السبسكرايب الاحمر اللي موجود اسفل الفيديو.